طيب قبل ما نبدأ، الفيديو راح يكون طويل أنا عارف، لكن زبدة الفيديو البداية، يعني أول 10 دقائق، يمكن أقل من 10 دقائق، أنت شوف المقارنة اللي تبيها من أي جوال. يعني مثلا تبيها من التن آر، راح تشوف من البداية مقارنة الاس اي والتن آر، أو الإلافن والاس اي، فشوف اللي في البداية، أو التن اس والاس اي مثلا كذا. فأول جولات، الجولات النهائية لحق بس تسلية، يعني وصلنا لحق عميق في الفيديو، ف ما يحتاج تشوفه أنت. اللي يبي يشوف الأجهزة القديمة من الايفونات يكمل معانا، يعني مثلاً نشوف ايفون فورس فأيام يعني، بس بقارن فيه في التصوير وأنت بكيفك، يعني أنت ما تبي تشوفه ما يحتاج تشوفه يعني. فنشوف أهم شيء الزبدة البداية حق الجوالات الجديدة اللي بقارن مع بعض. بس تذكرون الايفون فورس هذا عليه تقريباً سوفتوير 6.1.3. اسمع الصوت، تذكرون الصوت ده؟ الله، اسمع اسمع مرة ثانية. أيام، تذكرون ملاحظات كيف الكيبورد، تذكرون هنا تويتر برضو، تقدر تطلع تويتر هنا وتسوي لك تغرد من فوق من هنا، تطلع من البرامج كذا. أوكي يلا نبدأ. السلام عليكم، أهلا فيكم فيديو جديد. طبعا اليوم الفيديو راح يكون مختلف، تصوير الكاميرا لايفون اس اي، الكاميرا الأمامية اس اي الجديد طبعا، صور فول اتش دي، لكن اوكي شيء مقبول على ايفون اس اي. فالفيديو راح يكون مقارنه باجهزه ابل كلها تقريبا، راح نشوف معاكم قدام بالكاميرات تصوير الفيديو. فراح نبدا معاكم بالايفون 11 برو ماكس، كاميرا اماميه والخلفيه مع بعض اثنينهم كل شيء. فاتمنى انك تشوف الفيديو بجهاز عليه 4K، يعني التلفزيون مثلا ف4K 60 فريم على التلفزيون. اتمنى انك ترفع الجودة حق الفيديو على 4K 60 فريم. طبعا مش كل جوالات الايفون راح تصور 4K، لكن اوكي بيكون لهم اب سكيل فيهم. اهم شيء انه يعني الفيديو اللي يكون فيه 4K راح تشوفه بنقاوته، الفيديوهات اللي ما تكون 4K راح تشوفها اب سكيل عليها 4K. فما بيطول عليكم، خلونا نبدا. فالجهاز اللي راح يتقارن الحين الرئيسي اللي هو الاس اي بين الأجهزة كلهم. الحين مثل ما تشوفون معاكم قاعد أصور بالكاميرا الأمامية الآيفون 10R، فأنتوا تقارنون، لا تدققون على كم ميجا بكسل، كم الأشياء ذي، لا تدقق عليها، دقق على الجودة اللي تشوفها أنت. أنت بتشتري اس اي، تبي جهاز عملي، ما تبي أرقام، تبي جهاز يترجم على فعل. يعني مثل ما نشوف الحين، لو بنشوف الديناميك رينج شلون، أنت غارن، أنت اللي تغارن من نفسك. يعني مثل ما نشوف، انت تشوف الإضاءة، يعني انا ما راح اقول لك شو الفرق وش الميزات، هذا من ذا افضل وهذا مثلا في عزل واشياء ذي، لا انت غارن، انت من نفسك. اسف على صوت الهواء، لكن برضه صوت الهواء يمكن يفيدكم تشوفون اشياء. فانت المقارنة حقتك تشوفها، هذا من الكاميرا الامامية. الحين نقلب لكم على الكاميرا الخلفية. مثل ما نشوف الكاميرا الخلفية، طبعا اثنين بالنسبة لي ممتازين، ما فيهم اي شيء. ف فيهم سمارت اتش دي ار اثنينهم، ستابلايزيشن برضو ممتاز، حتى الكاميرا الاماميه ما شفت في فرق، جوده ممتازه. طبعا الجهاز الايفون اس اي ما في تصوير ليلي، ولا ابي اقارن معاه الا مع الايفون 11 و 11 برو 11 برو ماكس، راح اصور لكم بالليل وتشوفون المقارنه. لكن مثل ما اشوف هنا، لو بزوم هنا شوفوا كيف، لو بزوم اخر شيء، هذا اخر شيء بتزوم، ما ادري. اشوف انا بالنسبه لي الحين الار شوي الالوان افضل، معنا الكاميرا الخلفيه كلهم 12، لكن ما ادري. لو نرجع نشوف العزل قدام، حلو الايفون اس اي في العزل، لكن للاسف العزل يعتبر نفس التن ار في الكاميرا الخلفيه، انه ما بس يعزل البشر. لكن الحلو فيه للتن ار انه في الكاميرا الاماميه تقدر تعزل اي شيء، يعني في لنا الدبث، في يعني فيس اي دي اللي موجود، فيسوي لك عزل ممتاز. مثل ما نشوف الاضاءه المنخفضه كيف اثنينهم ممتازين احسه، يعني هي التدقيق انك تحطهم مع بعض. لكن في اشخاص كثار يبغوني الا لازم نسوي مقارنه، قلت ليش ما اسويها؟ اوكي نسويها، مع ان انا عارف السوق اللي بيشتري الايفون اس اي
ما راح يشتري لحق العاب، ما راح يشتري لحق بطاريات او بطاريه، ما راح يشتري يعني. اوكي جلس معي تقريبا 4 ساعات لايفون اس اي مع ال تي اي مع الجي بي اس فاتح مع كل شيء، فممتاز. اكثر اشخاص اللي بيشترون هذا بيفتح ال تي اي بيكلم واحد بيسكر بس، فبالنسبه مع ال تي اي عالي ومع يعني الجي بي اس والسناب شات والاشياء القويه يعتبر ممتاز. فالاضاءه بالنسبه لكم انتم تتحكمون. الحلو فيه الاس اي، الشيء اللي موجود فيه مميز بالنسبه لي يعني مميز، ان في الكاميرا تقدر تحول الكواليتي الفيديو ال 4K الى 1080 او 30 فريم او 60 فريم. هذا موجود في الايفون 11 11 برو 11 برو ماكس من نفس البوم الكاميرا او من نفس برنامج الكاميرا، مش ما لازم تخش الاعدادات. اما الجوالات القديمه لا ما فيها هذا الخيار. اوكي ننتقل معاكم لجهاز ثاني. او معلومة بسيطة قبل ما ننتقل للأجهزة الثانية، الآيفون اس اي الكاميرا الأمامية يصور على 7 ميجا بكسل طبعا، يصور 1080 30 فريم، الآيفون 10 ار يصور 4K 60 فريم. جينا الحين لكم للعملاق، لأفضل جهاز موجود، الكاميرا الأمامية برضو الآيفون اس اي على فول اتش دي 30 فريم قلت لكم، وهنا الكاميرا الأمامية الآيفون 11 برو ماكس على 4K 60 فريم، هنا 7 ميجا بكسل، هنا 12 ميجا بكسل، الآيفون 11 و 11 برو 11 برو ماكس الكاميرات كلهم 12 ميجا بكسل، كلهم نفس الجوده، كلهم نفس الاستخدام. فما يحتاج اني اغرق لك الايفون 11 احط لك، خلاص 11 برو نفس ال 11 و 11 برو 11 برو ماكس كلهم نفس الجوده، كلهم نفس الكاميرات. الفرق الوحيد ان ال 11 مش موجود ال 2 اكس التزوين بس، هذا الفرق الوحيد، اما الكاميرا في الوايد وذي كلها موجود فيها. فمثل ما نشوف بال HDR والاشياء دي، هذا كلها الكاميرا الاماميه. الحين نشوف الاهتزاز ابو طارق. طبعا الايفون 11 و 11 برو 11 برو ماكس الحلو فيهم انك لو تفر الجهاز ما بيبر هنا، لكن تشوفون شلون الوايد التصوير الكاميرا يكون عريض، العدسه العريضه فرت الجهاز تصير خلاص كانها وايد، تبعد لك الجهاز كامل. هذا الحلو فيها في ال 11 و 11 برو 11 برو ماكس. فال HDR هنا صادة أفضل في الليلة من أبو. آسف على صوت الهواء، مثل ما قلت لكم ما في أي حل، هذا يمكن أحد يوم. أوكي شوفوا كيف فوكس الأشياء دي، أحس نفس الشيء يعني. ما يمكن الـ 11 برو أجهزة الـ 11 أفضل بقليل، لكن مثل ما قلت لكم خلنا نقلب معاكم الكاميرا الخلفية حنا نشوف. هنا الصوت راح يختلف معاكم، الحين الايفون 11 دائما يشغل الكاميرا الامامية او الكاميرا الخلفية قصدي، فالصوت راح ياخذ المايك من الخلف اقوى على اي شيء حاطه انا. فالان مثل ما نشوف الكاميرا الخلفية 4K 60 كلهم، نشوف الاهتزاز. صور معاك مثلا 2X نزوم، هذا مش موجود على ايفون اس اي، يكون بكامل وضوح يعني العدسة الثانية. هذه هي. طيب نرجع معاك ال 1X العادية. التصوير بالكاميرا الوايد اللي في الايفون 11 11 برو 11 برو ماكس، شوفون كيف حجمها. شوف كيف المسافة اللي معطيتك، شوف الايفون اس اي لوين المسافة، وشوف الايفون 11 لوين معطيك اياها. طبعا تكلمت انا من زمان الالترا وايد الموجود على الايفون 11 11 برو 11 برو ماكس، الكواليتي في اللو لايت مو كويسة، في الاضاءة المنخفضة ما بعجبتني الكواليتي، في نويز فيها بيكسل تطلع. طيب اتوقع كذا كافي على الايفون 11، واسف مره ثانيه على الصوت، ما اقدر اسوي اي شيء يعني. فالاضاءه المنخفضه هنا يعتبر تقدر تقارنها باضاءه البيت، فانا ما في اضاءه تخش لنا من هنا من هنا، اعتبره نوافذ. اوكي فنغير معكم جهاز، افكر في الجهاز الحين خلاص خلصنا من الاجهزه الغاليه، مع انه ما اشوف شخص بيشتري ذي الاثنينهم،
لكن نروح نشوف لكم أجهزة الحين رخيصة، نشوف أول الأجهزة القديمة يعني. أوكي الحين مع الآيفون 10S، فهذه الكاميرا أمامية 7 ميجا بكسل تصور لك فل اتش دي تقريبا 60 فريم. فهذه الكاميرا أمامية شيء يكون كيف التقطيع وكيف الأشياء ذي. شوف إلى الآن ما أدري ليش إلى الآن الآيفون SE أفضل. فهذه الكاميرا الأمامية، نشغل لكم الكاميرا الخلفية الحين. هنا الكاميرا الخلفية اثنينهم، طبعا ما قلت لكم كل شيء إلى الآن يعني لو برجع معاكم الحين بتكلم. اليون للأسف تقريبا مش موجود على الآيفون SE، لكن 11 Pro 11 Pro Max موجودة وتكلمت عنها وفيها في أخبار كلها يعني، حطيت فيديوهات تكلمت عنها خصوصا في مواصفات الآيفون 11 أول ما نزل 11 Pro تكلمت عنها. شنو هي الآيفون اللي هي اليون؟ فمثل ما نشوف الحين آسف مرة ثانية على الهواء، سامحوني يعني لازم أطلع برا وأصور لكم، ما في أي حل يعني. طيب الحين جبنا لكم آيفونات الـ 11 11 Pro 11 Pro Max كلهم، جبنا لكم الآيفون 10S، شنو باقي؟ شنو باقي توقع؟ عندي 7 بلس صح؟ إيش ما نجيب لكم؟ خلينا نجيب لكم. طيب للأسف الآيفون 7 بلس اللي عندي ناسي رقم سري، فلازم افرمته وكل شيء، ما له داعي لان الايفون 7 بتقارن 6S وال8 ما في فرق كبير بينهم يعني. ما في ذاك الشيء الجديد اللي تقريبا 60 حطوا فيه تقريبا فرق 60. فنكمل معاكم الحين، تخيلوا شنو هذا؟ هذا 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 اللي يعتبر يعني بالنسبه لي ودي اقول ان هذه المقارنه الاصليه، لكن عارف ان اكثر اشخاص ما عندهم الجهاز هو الايفون SE، اول ايفون SE نزل مع الايفون 6S. مواصفات الكاميرات نفس المواصفات، الأداء المعالج نفس أداء المعالج، لكن الشكل حق الايفون 5. فهذا الـ SE 1 أو الـ SE أول واحد، وهذا بعد 4 سنوات تقريبا 5 سنوات نزل الـ SE 2 اللي الحين موجود عندكم. هذا اللي صار الكاميرا حق اليمين الايفون SE الأول، الكاميرا الأمامية 1.2 ميجا بكسل، فرق قوي بين 7 و 1.2. الكاميرا الخلفية 12 ميجا بكسل، اوكي يصور لك 4K 30 فريم في الكاميرا الخلفية. الكاميرا الأمامية لا ما تصور لك فل اتش دي بس. فشوف المقارنة وكل شيء. نسيت ما قلت لكم برضو حبة حبة نمشي مع بعض، ميزة الايفون 8 انه يكون موجود فيه برضو الاسم الذاكرة الداخلية او الذاكرة المدمجة او الذاكرة الالكترونية اللي بعضهم يسمونها، فما لها اسم محدد، كل شركة تسميها باسم. فمهم انه الذاكرة الداخلية اللي تصير الاسم. فالايفون 8 مش موجود فيه، الايفون 10 مش موجود فيه، الايفون 10R و10S و10S ماكس وال11 11 برو 11 برو ماكس والاس اي هذا موجود فيهم الشريحه الالكترونيه الداخليه. لو بنشوف هاي ديناميك رينج او الاتش دي ار كيف موجود فيه، هذا الكاميرا الاماميه. نحول معاكم الكاميرا الخلفيه، المقارنه لكم انتم تحكمون. الكاميرا الخلفية في الإضاءة المنخفضة، الكاميرا الأمامية مباراة على الايفون SE 2 هم. ايش رايكم نروح زيادة في المقارنة ونجيب لكم أجهزة ما تتوقعونها؟ فنكمل معاكم. طيب رجعنا معاكم الحين الآيفون 6 نفس البادي يعتبر أو نفس الأبعاد
لكن البادي من الخلف يمكن يعني تتكلم عن الجهاز من الخلف هذا قزاز. لكن ايفون 6 نزل في 2014. الكاميرا الاماميه اللي قاعد اصور لكم الحين فيها 1.2 ميجا بكسل تقريبا. الكاميرا الخلفيه كانت 8 ميجا بكسل. الرام فيه 1 رام، هذا 3 رام. التصوير حد يصور فل اتش دي تقريبا 30 فريم تقريبا، هذا حد في 2014. والى الان شوف كيف التصوير. انا ما اقدر اقول حق اي شخص يعني كان يستخدم هذا الجهاز او كاميرتكم كويسه، لانه هو مقتنع في الكاميرا وشيء ممتاز. اذا مقتنع بهذه الجوده، والجوده ترى ممتازه، يعني انت شو تبي تصور؟ اشخاص اللي بيشترون اس اي تبي تصور صوره واضحه عندك طالعه، طالع الديتيلز او البيانات كلها طالعه عندك، خلاص كفي يعني. فمثل ما نشوف الكاميرا الاتش دي ار اللي كنتم تختارون بالكاميرا الخلفيه او الكاميرا الاماميه قصدي. نطلع معاكم شوي ان شاء الله ما في هواء الحين. اوكي تصير على جنب هنا، شوفوا كيف اهتزاز الممشى حقي، يعني ما راح اسرع ولا شيء، الممشى حقي كيف، شوفوا كيف اتش دي ار. طبعا الاس اي عليه سمارت اتش دي ار. اوكي نشوف لكم الكاميرا الخلفيه، يكفي الكاميرا الخلفيه تصور 8 ميجا بكسل، الاس اي تصور 12 ميجا بكسل و4K 60 فريم. اوكي شوف معاكم الكاميرا الخلفيه هذه، انتوا الجوده وانتوا الاهتزاز وكل شيء تعرفونه. ننتقل معاكم جهاز ثاني الحين، فمع السلامة ايفون 6. رجعنا لكم على ايفون 6S. هذه الأجهزة اللي ممكن الأشخاص إلى الآن يستخدمونها، نتكلم عليها أكثر. الايفون 6 ما قلت لكم الكم البطارية فيه، حجم البطارية كانت 1810. الايفون 6S كأرقام إلى الآن ما أدري ليش الناس يدقون عليها، لكن كأرقام أبل نزلتها 100 تقريبا. في الايفون 6 كان 1810 البطارية ملي أم، في الايفون 6S صارت 1715 تقريبا كذا نزلت. لكن طلع اني قاعد اصور الكاميرا الخلفيه في الايفون 6S، نحولها معك. اوكي نزلت، لكن المعالج افضل بكثير على الاي 9. فمش بس البطاريه، حجم البطاريه اللي تقارن، يتقارن برضو المعالج. اسف على هذا، المعالج هو كيف يصرف البطاريه. طبعا الكاميرا الاماميه زفت، اسف على الكلمه دي، يعني شوفوا مثل ما نشوف كيف النويز. ف ذيك الفترة يعتبر ممتازة، لكن النويز الحين لاني بين في الظلام يعتبر تصوير ليلي، او مش تصوير ليلي، تصوير في البيت يعني، فالاضاءة يعتبر اوكي. وبرضه الحلو فيها ان ابل انقزت من الكاميرا الامامية كانت 1.2 ميجا بكسل في الايفون 6، هنا صارت 5 ميجا بكسل، ففي قفزة. وبرضه الكاميرا الخفية كانت في الايفون 6 5 ميجا بكسل، هنا 6S قام تصور 12 ميجا بكسل. في 4K الكاميرا الخلفية 30 فريم تقريبا، فراح نشوف معاكم 4K الحين كيف. لكن الاضاءه من الاضاءه انت تقارن اتش دي ار كيف، في فرق، في فرق يعني. انا اشوف الفرق الحين. وجهاز 2015 نزل، 2015 تقريبا 6S، الايفون 6 2014، ففي فرق. لقط المايك ما تقولوني، خصوصا يعني اذا كنت في ذا المكان، يعني كل الاجهزه راح تشوفني امشي في ذا المكان يكون الصوت افضل. حنحول معاكم، لكن دقيقه خلنا نطلع لكم برا هنا نشوف الإضاءة كيف. هنا مثل مع اللوحة تحسس الايفون اس اي فيه وايد كاميرا واسعة، مثل ما نشوف مع اللوحة كيف، مثل ما نشوف صدق هنا في الايفون اس اي الكاميرا واسعة مرة. نشوف كيف الفوكس، معاكم الايفون 5.
آسف يعني المغرر نزلت بعيد فيها لكن كمل معكم ليش لا. فالايفون 5 نزل في 2012 على نوفمبر تقريبا. المواصفات الداخلية نفس الايفون 5C، اللي ما يعرف الألوان الايفون 5C نفس المواصفات الداخلية لازم، لكن الايفون 5C نزل مع الايفون 5S ما بعادل، لكن أبل اشتوت خذت مواصفات الايفون 5 حطتها في جهاز بلاستيك مع ألوان بس. فكاميرا أمامية 1.2 ميجا بكسل، صورك HD إن شاء الله، ما أتذكر ولا يعني ما بحثت عنها ولا أتذكرها يعني من ذيك الفترة. كاميرا خلفية 5 ميجا بكسل الحمد لله، تصور لك فول HD إن شاء الله برضو. فهذه الكاميرا كيف المقارنة من 2012 إلى 2020. الإضاءة الخارجية كل جهاز أصلاً، كل جهاز تجيب له إضاءة عادلة يعطيك تصوير حلو. فالإضاءة الحلوة برا جهاز ممتاز، أحس يعني ممتاز جيد يعني من 2012 ما نقدر نقول أي شيء، الحمد لله إنه يصور أصلاً. فما أبي أصور لك إضاءة منخفضة لأنك ما راح تشوفون شيء، هذا اللي خليني صورت في النهار. الإضاءة المنخفضة تتقارن مع الآيفون 8 والـ 8 بلس، الـ 8 بلس الـ 8 برو كلهم أجهزة، مش الـ 8 حتى الايفون 7 ترى في اضاءه شوي اعدل، لكن ما يحتاج نغرنها يعني، كان في اضاءه افضل كانت، لكن هذه الاجهزه مستحيل فيها اضاءه. لكن لو بنغرن الاضاءه منخفضه نكون مع الايفون 11 برو ماكس، لكن ذاك بيعطيهم 10 صفر، راح نشوفها في الليل، والتصوير راح يكون في الصور بس الاضاءه منخفضه مش في تصوير الفيديو، فلازم بس نصور صور، مع اني ما غرنت الصور هنا يكفي الفيديو. نشوف لكم الحين الكاميرا الخلفية، شوفوا كيف فرق كبير، فرق سنوات، شوفوا الاهتزاز كيف، تحسون الكاميرا هنا محطوطة على البادي على طول، ما فيها أي مانع، ما فيها حتى الديجيتال مانع اهتزاز. HDR كيف، والفوكس برضو لو نجرب معكم الفوكس نشوف، شوفوا كيف هنا السياج الألوان حقتها هنا كيف في الآيفون 5S أو الآيفون قصدي 5 ما يعطيك مياه عادل، يعني هنا واضح في الآيفون SE، في الـ 5S أو الـ 5 ليش مسك على الـ 5S الخطوط أفضل. ايش رأيكم نكمل نجيب لكم مراجعة أو ننزل تحت بعد ايش اللي باقي الحين بعد الـ 5 قبل الـ 5 الـ 4 صح، نشوف لكم الـ 4 الفور ما يحتاج ما في فرق بينه، نشوف لكم الـ 4 الصحيح نرجع صور معاكم الـ 4 أوكي. ايفون 4S الكاميرا الأمامية، الايفون SE الكاميرا الأمامية الحين 7 ميجا بكسل، الايفون 4S الكاميرا الأمامية 2011 0.3 اوكي مش حتى واحد لا 0.3 ميجا بكسل. ف الله يكون بالعون، شوفون بوضوح وكل شيء، طبعا ما في اعدادات الكاميرا في ذاك الوقت وكل شيء، مع ان السوفت وير حقي قديم لما اشتريه فما في اعدادات ولا حددت، يعني انا موقف على الاستراتيجية القديمة. اوه الرام، غير بتكلم عن الرام، الرام على الايفون 4S 512 يعني نص جيجا، مش جيجا نص جيجا، فلكم الحكم ايفون 4S 512 الرام، واذا بتشوف السرعة ترى السرعة ممتازة فيه، انا استخدامي لحين السرعة ممتازة في ذيك الفترة. ما راح احط لكم الفيديو هذا، لكن في ذي الفترة وقت ما تشوفون الفيديو هذا تقدرون تسألوني في سناب شات وراح اصور لكم، يعني ذكروني انتم وقت ما تشوفون الفيديو هذا راح افتح لكم سناب شات، في سناب شات اذا كنتوا بتشوفوا السرعة سناب شات واوريكم السرعة فتح البرامج وكل شيء من عيوني في سناب شات في وقت مشاهدة الفيديو هذا، بس ذكرني مش بعد بدل ايام 4 أيام ما راح، يعني ليش اقول لكم مش بعد بدل ايام 4 أيام؟ عشان اشخاص مش كل اسبوع اشوف واحد فيديو يجي في سناب شات يصور لي وبعد اسبوعين يشوف واحد، لا مرة واحدة بس مشاهدة الفيديو هذا راح اسوي لكم اياها في سناب شات تقدرون تصورون انتم. إذا كنت تبي تتأكد أن الرام أم سريعة 512 أبى أعلمكم كيف الأرقام ما تترجم كبرفورمانس كأداء في الجهاز هذا أجهزة أبل.
شوفوا كيف ما في اشتغال اصلا ما اشوف كمان الشاشه ما ادري اضاءه منزلها انا ولا ف مثل ما اشوف ايفون فورس الايفون فورس اول جهاز نزل فيه سيري طبعا نزلتها بسيري نزلت في الفورس وكان النسخه الثانيه الايفون 4 طبعا ما عندي الايفون 4 كان في مشكله الشبكه انك تحط يدينك على الجنب تروح الشبكه طبعا لحد يقول ذيك الفتره الناس مسخرون بس بعدها طلعت شركات وشرحتهم باشياء يعني شركه يوتيوبر طلعت اجهزه كثيره موجوده عندنا المشاكل في الشبكه يعني طلعت كنا نستخدم ذيك الفتره على بلاك بير وذي اللي فيه مشاكل في الشبكه يحطون يدينهم في اليوتيوب موجوده تروح كل ما اتكلم بس على الايفون المهم هذا الايفون 4 الفور اس نزلت عليه الفور جي في امريكا هنا بس يعني الكل يعرف ان الفايف نزل على الفور جي لكن الفور اس برضو اللي عندي هنا انا شغل الشبكه عندي تطلع عندي فور جي هنا في امريكا نشوف الكاميرا الأمامية نقل معكم الكاميرا الخلفية إلى الآن على الإضاءة المنخفضة قلت لكم البطارية تقريبا 1440 تقريبا ملي أمب نزل قلت لكم متى نزل في 2011 نزل؟ هي تقريبا 11 الإضاءة ما برضي شو بس انتو غارنا شوفوا كيف هنا لا نزلت لكم هنا شنو أصلا ما عشت تغارنا أوكي يعني جهازك بعيد وطالع الفيديو راح تعرف الفرق بس حلو إن الجهاز يشتغل يعني ويصور نروح معاكم حب زيادة طبعا بعد هذا الجهاز أو قبل هذا الجهاز نزل الايفون 4 قلت لكم المشاكل قبل شوي مثل الأشياء الايفون 4 أول جهاز تشوفوني والإضاءة سودة كذا تشوفوني أوكي أول جهاز نزل في الايفون 4 والكاميرا الأمامية في أول ايفون نزل وقام يصور ونزل على ميزة الفيس تايم الفيس تايم اللي ما نزلت في السعودية توها نازل قبل 3 سنوات تقريبا سنتين فهو أول جهاز نزل كاميرا أمامية ونزلها مع ميزة الفيس تايم الجهاز الثاني موجود في كاميرا أمامية لكن ما عمرنا استخدمناه هنا يوم نزل لكم فيس تايم ف نخش معاكم ننزل برضه زياده مش على الايفون 4 مش السنه اللي قبل هذه مش 2010 لا ننزل لكم 2009 تتوقعون شنو الجهاز طيب نجي لكم الحين الى اول جهاز قام يصور فيديو اوكي طبعا انا عارف الحين تقولون ليش الشاشه صار سوداء جهه اليمين تكون عندكم جهه اليسار المهم ليش الشاشة الثانية سوداء؟ ليش؟ لأن الايفون 3 جي اس ذا الايفون 3 جي اس الكاميرا أمامية ما في طبعاً قاعد أصور لكم الحين الكاميرا أمامية الايفون اس اي الجديد لأن كاميرا 3 جي اس ما في كاميرا أمامية نغير لكم شيء أسود ففي أسوأ من ذي الشيء؟ لا نرجع لكم الحين الكاميرا الخلفية ونشوف طيب عندكم الكاميرا الخلفية تقريباً 3.15 ميجا بكسل تقريباً 3.25 نقول ميجا بكسل فهذا الوضوح هذا كل شيء أتكلم عن الريزولوشن أتكلم عن الأشياء شوف الصوت كيف مع أن الحين عندنا المغرب يعتبر يعني أوكي الساعة عندنا مثل ما نشوف الطالعة كاملة كذا الساعة 7 عليها تقريبا 7 إلا ف والله لو إني حطيت الساعة كذا كل مرة أطلعها وأسوي كذا حق الفيديوهات كلها كانت تصير أفضل المهم لان كذا تشوفون الفوكس كيف يكون حق الخلفيه طبعا 3 جي اس لا تغيرون الفوكس لكن الحين نشوف كيف الحين الفوكس على الساعه انزل الفوكس على الخلفيه هنا ارفع ترجع للساعه الصوت انتو كل شيء عندكم لكن طبعا الحين ما نتكلم عن شيء يعني جهاز 3 جي اس نزل في 2009 فريت لكم كذا ما ادري هل لانه ما ادري هل الحين علي ولا لا الفيديو هنا يكون افضل المايك يكون افضل على الاس اي هنا الكاميرا صغنونة بعد 3 جي اس ما اقدر اروح له لانه يصور بس فوتوغراف او صور ما يصور فيديو اللي هو 3 جي هذا هو
هذا 3 جي، لكن اصور لكم هي 3 جي. الفرق بينهم اللون هنا، يعني بتشوف من الخارج اللون هنا كان باهت، الحين باين عندكم ولا لا؟ هنا لون الايفون، كلمه الايفون هنا تكون باهته، في الجديد او في ال 3 جي اس يكون شوي تلمع واضحه. هذا 3 جي، وبعد ال 3 جي يكون هذا ال 3 جي 2008 طبعا، بعد 3 جي او قبل 3 جي اول جهاز هو الايفون 2 جي. برضو ما يصور لكم فيديو، ما يصور له صور، هذا هو ال 2 جي. فالاشخاص اللي يقولون لي بعضهم انا عارف يعني يكلموني تجيلي في تعليقات يقول لك اوه انت كيف عندك ذي الاجهزه ما تصورت؟ لا كلهم عندي وكلهم تصور، كلهم الاجهزه شغاله مثل ما نشوف، فكلهم عندي شغالين. فهذه الاجهزه اللي ما اقدر اصورها لكم اطلعها لكم، لان نتصور بس فوتوغراف طبعا ما يحتاج انتقال. فشوفوا الريزولوشن معاكم، فيعتبر بس المقارنه كلها صارت. باقي تصوير ليلي بس اصور لكم بالايفون 11 برو، تصوير الصور فوتوغراف يعني، بوريكم بين 11 برو وبين الجهاز هذا في تصوير الليل الكاميرا الخلفيه، مع انه ما راح يكون في اي مقارنه، انه هذا راح يكون اسود ما في شيء، والايفون 11 برو راح يكون في شوي ضاء يعني باين في تصوير الليل. فكذا خلصنا كل شيء، اعتبر قارنا لكم الايفون 6، قارنا لكم ما اقدر اطلعهم كلهم، لكن اوكي نحط لكم الجهاز هنا ونشوف، عشان الاشخاص اللي يقولون بعضهم او ما قارنت ما عندك، انا عارف اشخاص كثير راح يسوون كذا. فصف على الجوده، شوف لكم طبعا ما شلتهم كلهم، قارنت لكم الايفون 6 و 6 اس الاسم ورا، قارنا لكم الايفون 4 اس تكلمنا عنه، الفور قلت لكم عندي الفورس يعني مقارنه الخارجي لو تعرفها، الفورس يكون فيه الخطوط هنا في الجنب، الفور كان في خط فوق، هذا زيادة في الجوانب كلها، خطوط حق الأنتانة. قارن لكم الايفون 5S، قارن الايفون الاس اي، هذا أول ايفون اس اي، الاس اي اللي قاعد أصور لكم الحين هذا الثاني واحد، وهذا الأول ايفون 5S اي، شكل بالضبط نفس الايفون 5 و 5S، بس نازل معاه الايفون وقت الايفون 6S، فالمواصفات الداخلية كاميرا الخلفية نفس كاميرا الايفون 6S، المعالج نفس المعالج الايفون 6S. بعدها طبعا ما جبتهم كلهم الاضافين وكل شيء داخل، ال2G ما اقدر اصور لكم، 3G اس هذا اخر واحد صورناه، بس باقي اللي داخل ال10R والاجهزه الثانيه. فان شاء الله عجبكم الفيديو، عجبكم كل شيء، ان شاء الله تحسون بالاشياء اللي سويتها يعني. طلع ترى في اجهزه ما شحنتهم من زمان، في يعني الفورس الفايف الفايف اس الايفون 3G اس جلس يمكن ساعه وقاعد يشحن، على ما يشحن الشاحن ما عندي له شحن واحد حق الجهاز القديم اللي هو بالفتحه ذي، فاجلس فتره على ما شحنه. اوكي هذا الحين التصوير من الكاميرا الاماميه للايفون اس اي والايفون 11 برو ماكس. الايفون 11 برو ماكس يصور لك اوريدي 4K 60 فريم الكاميرا الاماميه، لكن اس اي يصور لك فل اتش دي على 30 فريم تقريبا، ف شيء حلو في الجهاز الى الان يعني يصور هالقوه. طبعا 7 ميجا بكسل ايفون اس اي، 12 ميجا بكسل الايفون 11 برو ماكس الكاميرا الاماميه، فالجوده يعتبر بتكون افضل في الايفون 11، لكن الكل يعرف ان كل ما تزيد البكسل كل ما جوده الاضاءه راح تقل ويصير فيها نويز، فهذا السبب اللي ابل الى الان مو برا ترفع الايفونات يعني فوق ال 12 ميجا بكسل، لانه في شيء طردي يكون كل ما ترفع البكسل جوده الفيديو راح يكون ما بكويسة. فأنتم كيفكم تقارنون في الإضاءة؟ فيديو الفيديو ما في تحديث قوي في الإضاءة، لكن في التصوير والفوتوغراف الـ 11 برو ماكس راح يعطي الايفون اس اي مليون صفر. راح نشوف معاكم هذه الكاميرا الأمامية، احنا نقلب معاكم الكاميرا الخلفية ونكمل. الحين الكاميرا الخلفية الإضاءة مثل ما تشوفون طبعا 12-12، لكن الايفون 11 برو ماكس الابيتشر وفتحة العدسة تكون أفضل، برضو المستشعر حق الايفون 11 برو ماكس تشوفونه اكبر. لو تحط مثلا لو عندك ايفون اس اي او ايفون 10 اي جهاز قبل الايفون 11 برو ماكس، لو تحط الجهازين يم بعض تشوف العدسه او فتحه العدسه بتشوف، انت لو تحطهم يم بعض الكاميرا نفسها تكون اكبر، فهذا المستشعر يكون افضل خصوصا بالتصوير الليلي. برضو راح نشوف معاكم الصور الحين تصوير الليلي، لكن ندور مكان
أظلم، ما في إضاءة. هذا أحسن شيء في أمريكا هنا، إنه ما في شوارع ما تكون مضيئة، مشكل الشوارع. فحين أروح معاكم قدام هنا نصور معاكم فوتوغراف في الجهة ونشوف الفرق الكبير. طبعا الآيفون 11 برو ماكس في ميزة، لكن أحيانا مثل ذي الحركة اللي إحنا صورها معاكم إن الكاميرا الخلفية مشتغلة وأنا خلف الجهاز، فالجهاز يحاول يأخذ الصوت من الأمام، فأي مكان أنت حاطه مثلا وفي شخص قدامي راح يأخذ الصوت منه، فتحسون في فرق يكون في جودة الصوت لأنه قاعد يأخذ الصوت، يحاول يدقق على الكاميرا الأمامية في الصوت. فتوقع إنه صور هنا. ففي نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناة ونشر المقطع وملايك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسون أن أفضل دعاكم. السلام عليكم.